وكفى، بسم الله، وكفى وسلام على عباد الله، عباد الله الذين اصطفى. ربنا اهدنا وراجع بنا وعلمنا كيف نحبك وكيف نهتدي إلى رضوانك وكيف نكون جادين في القرب منك. اللهم أنك تعلم أننا دائما بحاجة إليك في كل أمورنا، توحيدا ومحبة ويقينا وطاعة وهلم جر. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته. الآن بفضل الله تعالى وببركاته سنحاول مقاربة جدية لآية واحدة فقط من سورة الحج. قل رب في الآية دي 18: ألم ترى أن الله، هذا خطاب للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ألم ترى سواك قليل منهم من يرى، يا رسول الله عليك صلاة الله وسلامه حتى ترضى. ألم ترى أن الله، هو أعمال الإنس والجن هو السبيل إلى جنة، والناس كلهم مسلمين وهم أخطر الناس على الإسلام، لأن نعطيه المثل المقلوب. وذاك علاش برشا ناس تعلتهم يقول لك أنا نكره المسلمين، علاش؟ خاطر مش مسلمين. إذا هذا ربما بكت فيه هكا ذرة من الحنين إلى صفاء الروح ونور العقل ودماثة الأخلاق وهلم جر. حنا لا نعذرهم تماما ولا ما نرفضهم تماما، هؤلاء ربما يكونوا من الباحثين عن الحق المبين. نحن أهل القرآن في عانتهم لله في سبيل الله، والحمد لله على هذا التوفيق. ألم ترى، احنا اش قلنا؟ الطب حقيقيين، لا ندعي شيئا ولا نأخذ منكم شيئا، اعنا ربنا قدر أن نكون مذكورين بخير من جراء إيمان صادق وأدب رفيع وكلمة صادقة وإخلاص في كل شؤونه. ألم ترى أن الله يسجد له من، كل يعني في السماوات ومن في الأرض، إلا من أبى. شكون أبى؟ هو الإنس والجن في عموم الأحوال. وشكون الخزر؟ هؤلاء الأنذال. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، الملك لله الكل، ولهذا يسجد لله. أين أنتم من السجود؟ غير السجود متاع التمثيل هذا، متاع المسرحيات والخشبات، وأنتم قلوبكم أنت أسوأ حال من خشبات المسارح الدنيا كلها، من شدة قبحة ونتنهى. وأصحاب أنتم أصحاب قلوب من هذا القبيل، فأنتم آلين تكونوا في الجحيم. إلا من أراد أن يرجع لله فيستقبل الله بكل رضاه وبكل كرمه، فهنيئا له بهذا الرجوع المبارك. والشمس والقمر اللي انت يا إنسان ويا جان ترى فيهم بالليل والنهار وتتمتع بيهم وتشكرش اللي سخرهما باش انت تعيش، مرة في النور ومرة في الظلمة ومرة تتنوع وتقلبك في هذه الحياة وكذا. كل هذا كمنين؟ نحيلك ربي الشمس، مازلت عندك نور، مازلت عندك طاقة تلقاها في النبات، طاقة تسخرها باش تولي طاقة باش توظف لك الآلات. وأنا مجروينكم يا ناس، تعالاش كل الحياة، تعالاش مسكرين في أموركم مع ربي، مسكرين كذاكم مفتوحين كما الشيطان الرجيم. تمنين لكم انتم باش تبراو الا ان ترجو للرحمن اللي اذا مرضت فهو يشفين. يقول الخليل ابراهيم عليه السلام: والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، كل لي زيتوال، مش كواكب، هذو من النجوم
اليوم بعد اللي ترى وربما ما عادش موجود هذاك. والنجوم توا الشمس كيف تغيب هي غابت 8 دقائق قبل ما تراها تغيب. دونك انت دائما تعوم في الشيح تدعي علم ولا علم لك. يجيو بعض بين ظفرين علماء فلك ويصحوا لك معلوماتك تقبل منهم التصحيح، اما من نحن اهل القرى ما تقبلوا حتى التصحيح. يعني احنا ايش عندنا من املوك؟ اذا كان ابيت الا الكفر وقلت الحياه مع الله اللي خلق كل شيء وسبح له كل شيء، وانت قلبت الموازين وشديت الشيطان وقلت هذا ربي العظيم ولا فرعون، الكلاب الحكام اغلبهم فراعنه او فراعنات، والشمس والقمر. ولهذا احنا دائما نرجو الحكايه دي نتاع الفراعنه، لان اغلب الشعوب ما هلكت الا عن طريق هؤلاء المنافقين المجرمين المفسدين بالارض، وفي مقدمتهم الصهاينه. اجبر خلق الله افسد خلق الله. لتجدن شد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. وماذا يهود العالم؟ قال ربي في أول سورة بني إسرائيل الإسراء، أنا بكثرتكم، مش كثرتكم كيهود هيك أجساد، كيهود في أفكار ظلامية، تقولوا احنا ظالمين أوبسكيروتيس، في الحقيقة عملتوا عملية إسقاط بروجيكسيون، لكن ما تاكلوش معنا، احنا مش مستعذر بكلامكم، أعطوكم أسفل الخلق، وأسفل الخلق العقل لكم ولا أخلاق لكم. ولا ناخذوا منكم شيء وما نصدقوا منكم شيء، بل حطوا في بالكم اللي مش تقولوه عنا جواب عليه، وقت يا ربي باش يغرينا بكم ونعطيكم نلقزولكم بطريقه ما لم يتسبق التاريخ. انتظروا وزاري بواسكم وزاري. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والجبال ودراسة الجبال والرعد جيولوجيا وطبقات الأرض وتاريخ الأرض وانكشاف بعض طبقاتها وسر هذا انكشاف والمقاصد من هذا انكشاف والأحافير وكذا. ما والله العظيم كان تدخل ميدان هذا لا تلقك باش تخرج إلا بإذن الله، بل هو جذاب ويكشف لك على مقدرة رب العباد. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، وما أدراكم الشجر منذ بداية خلقنا أبينا آدم وأمنا حواء عليهم السلام، والشجرة تخدم خدمة. الله لا يروعك، كما كان في القرآن تذكر الشجرة منا في سيناء، قصتها عجيب مع سيدنا الكليم موسى عليه السلام. مالا هو ماشي للمصدر والدنيا باردة والظلام وكذا، وما رانا نار، قال أهلا أقعدوا تنجيبكم خبر ولا نجيب لكم بما تصلوا، يعني هكا قبس وتعملوا لازم باش يكثر اللهيب ويتوقع تدفع مقتاره شدة البرد في الصحراء ليلا وشدة القير نهارا. المفيد اللي قالوا سيدنا موسى عليه السلام يالي لا يمت الى الحقيقه الحقيقيه بصله، لكن خلد ربي هذه الشجره لبعد ظهر لكونه هي ملتهبه، لكن الحقيقه الله هو كانه في استعداد باش يظهر سيدنا موسى عليه السلام. لكن صحح النبي عليه السلام حين رجع من رحلة الليلية المباركة في حام الحزن، قالوا ها الصحابة رضي الله عنهم شو باش معجبين وباش مهتمين، أرأيت الله يا سلام الناس هذوما ذوقهم رفيع، اللي بالفعل ماهيش الإسراء والمعراج فقط، وما كشف لك من أسرار وما نلت من بركة من الله وحسن ذكر ورفعة شأن والمجل. قالوا أرأيت الله؟ فأجاب الصدوق الأمين عليه الصلاة والتسليم نور على نار، أنا أرى وسر نور على نور. وورع لك الصور اللي جاتك الآية ذيك، شجرة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها كذا كذا من غير نار يوقد،
الأشياء اللي هي مع القرآن عندك ما تسمى في شأن الأشجار. نعرف الشجرة اللي خاصة في سورة الأعراف قريب 4 مرات ذكرت السورة اللي هي سورة الشجرة اللي هي فعلا غوت أبوينا لأنه الشيطان عليهما السلام، لأنه الشيطان عرف منين يدخل قال لهم ملك لا يبلى، تدخل وملك لا يبلى ليس هكذا، ويكذب 100%. وهذاك علاش أغلب البشر اليوم ساقطين مع رب الأرض والشجر، ساقطين ما همكموش المستوى وما عندكم حتى فكرة علاش معنا مسلمين في علاقتكم بالله ولا يمع علاقتكم مع الشيطان، وانتم تحوسوا في جنونكم وهذياناتكم والدنيا متشكلة وتكرونا كنت راح نقدموا لكم مكة مشاريع علاج ونجاة دنيوية أخروية، تكرونا لماذا تكرونا؟ تكدوا مقلوبين اللي يحسنكم تكروه، واليد اللي تحسن لكم تقدموها ولا مجرتي فشقاء مش تكونوا هكا، ومع ذلك تقولوا مسلمين منين جاكم الإسلام منين تخل تعطيونا هيا الإسلام برك، أما الإيمان معوقين تماما، والإحسان سوء أدبكم يخلي الإحسان غايب. أما أنت وينك تخطوا فيها علاش خطر الشجرة الكلام منها أبوانا عليهما السلام ما زالت تخدم خدمتها، لأن الشيطان موش يسلم بيكم قابل عليكم وزاد en général sous le joug de Satan, le maudit et le banni et le honni. نكره بالقدر الذي يحبه ربنا ولا سبيل الى المقارنة. Il y a aucune voie pour comparer les deux états. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب أي كل ما هو حي يتحرك، ربما الشجرة هي حية وتتحرك، قد اللحظة دي تشوفها بحجم وشكل وتنفس معين، اللحظة التالية بينهما نانو ثانية تلقى فما تحرك، هي موفمون هي ايفوليوشن سيترا سواء كان في الإيجاب أو في السلب. والدواب والناس يتفهم الشجر خير منها وما يفهمون أكثر من الباقي، والباقي عادة تغلب عليه الجهالة ويدعي لعن أنا وخاصة كلب سياسيين البوليتسيين السياساويين لعنة الله عليهم، الناس في السفالة بالله العظيم إلا كما قول الرسول الكريم لم تستحي فاصنع ما شئت، عندهم صفاقة. أنا أرى الشعوب اللي تحب تحترم روحها تخطط وتسرع باش انه هذا يزمو ينقرض او يكهد، لا ما عادش تنجم تحملو كشعوب فساد قال يقع، رينا وقت بورقيبه بن علي ورينا حتى وقت يقالو ثوره ني وين وجهت وين هي الثوره، تغلبكم تعاني وغلبكم تشكيو اللي كان في ربيعيه ولا هو في قاع حفره الظلمات والتعاسات والفقر المدقع، وين هي الثورة؟ احنا نعرفوها الثورة عادة تبدل جيل بجيل ونمط حكم نمط آخر خير عموما وحضارة أخرى مش قضارة وتربية أخرى مش غياب تربية وحضور إلا التربية اللي عمره ما تشرف والأمة جر عندكم الثورة ويزيلهم الكذب، قولوا يا ربي لطف بينا وعطانا مجال باش نرجعوا له، وينكم رجوعكم؟ حنا لما نرى الا في بعض الناس الله يبارك فيهم ذكروا إنا، اما البقيه شكاره وبحر جهنم، ما تعرفوا شكاره وعلاقتها بالتعذيب وبالتنكيل والقتل ورمي في البحر وثقلوا بالحجر وهلم جر. يا ناس استنى بيكم بحر ما موش كما تصوروه اليوم في النزهه وتبرد، تجي تغلي من الداخل بالكفر ونفاقك والمسكوات اللي عندك ما حبيش تفهم اللي يزيك منها وخفف منها زي دي تولي بالماسكي تبين انت، وخلوك الكلاب اللي موجودين في الإذاعات والبلاتوات، الناس بالله العظيم ما عندهم سيرة بالإسلام ويبدأ مجد لك فيه باش هكا بعد الظنون حوله يعني جبان وما يعرف كم النفاق والتخنث والخمطة تقر بزاف
قالوا احنا كونناهم باش كونتوهم كونتوهم صناعة يهودية صهيونية كربية باش كونتوهم ومنين اليوم باش يعرفوا كيفاش يتمسحوا وكيفاش يختاروا تو انت قزم تحب تروح بطلوا ناركم تحدث انا وانا وانا كان في الإدارة ولا كان في التشريعات ولا كان في أي شيء أي المجالات انا وانا شكونك انت تتبشر أجل الخلق واقف على الخلق إلا من رحم ربنا شكونك مش تعدي علينا احنا القرآن رافضين ذلك وملقحين نصوم دون سانيتات ديمينيزاسيون توتال بديفينيتي دونك ما عادش عندك أمل باش تقدر فينا واحنا نهضر بالضبط من أنت سواء كان ذكر وأنثى وأسر الخلق لهم وأنتم ونشهدوا عليكم نقطعكم ونكبكم الدنيا والآخرة ونقصوا عليكم حياتكم بوجودنا وبكلامنا وبإشاراتنا وإنذاراتنا فما من يفهم اللي يكون الناس صلع مع ربي وهي بشر لكم فما صح اليوم مهنئا لهم وربي يزيدهم أما البقية شكارة والبحر وتفهم ما أقصده يا لبشر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس كثير من الناس ترامج تعمى أصم أبكى تكلم ياسر براتيني براتيني وانت ما عندك حتى كلام يوثق به تجيب وتجلب من كل شيء وبس تجلب الأنظار لأنك تعاني من ما عكس جنون العظمة وقتي وعندك جنون العظمة ولكن حضو العظمة ولكن معاك النقيض وما نقي كونك تعاني من مركب نقص العياذ بالله فيه البخس بكل لو كنت تحب تفهم كما قال الرسول عليه السلام قال لك الإنسان المغرور لو واحد يجي يوصف له هك المغرور هذاك وكله ألا أما علمت عن فلان لا أصيب كذا وكذا وفلتان لا أصيب وفلتان ولا مجال يبغى أكل السامة لهذا الوصف المشين يبغى ذلك الذي أصيبه ولا يعلم أنه هو الموصوف يا كلب يا أنذل يا أنجس منكيت حتى الساعة أما إذا كان ربي يطوف بكم إن شاء الله إن شاء الله تفهموا لحظة من عمركم تستيقظوا تقول أين نحن ومن نحن هل لعب بنا الفعل بنا الأفعيل يقولوها دي يقولوها دي مو العلاج يتطلب هذا كي المعالج كي بيقترح عليك ما تصدش وترفض وتقول باه يا طبيب وما تعمل حد شيء أنا كمان واحد سقط معي في اللعبة دي القضية وكلا وتمسح قاعد يعاني حد الأول وربما حتى كيمشي يخرج من الدنيا يخرج على أشر الحالات لأنه إنسان مغرور مسكر هذا باش ينتصح لا وقت يا رب يقول من الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه نحن ندعو الأطباء من أي نوع نفسني بدني من جميع مجرحي ندعوهم إلى رب العالمين ويفقه شوية من القرآن العظيم وشوية من الحديث القدسية وشوية من شخصية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والإرث اللي خلاونا الإرث المبارك كان الصحابي منهم عليهم رضوان الله يخبر أخوانه يقول اسرعوا إلى شركة محمد عليه السلام هي شنو الشركة العلم اللي ربي سبحانه وتعالى تكرم به عليه أنتم توا محمد بالفم وسموا لك محمد باش تطير الملاك أما محمد في قلبك أنت عندك أنت لا يساوي من أقل من ذرة من الخلق الذرة تجد تكون نملة صغيرة تجد من ذرة لا تطول والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق على العذاب على وجه والأكثر كثير الأول ولا الثاني ثبت روحك أنت مع من إذا كنت تحس الاختيار فالمجال مفتوح والشمس والقمر وإحنا في تحليل حالتكم رأينا نعاون فيكم بتفاصيل كبيرة وهذا من فضل الله علينا وعليكم والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب بالعالي نرجع للآية باش تعرفوا أنتم علاش قفلتوا على أسباب نجاحكم الدنيا والأخروي
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. قالوا كلام تحطوا على حاجة لا أصل لا عندكم. منين كرامتكم؟ أنتم أسوأ الناس في هذا المجال، لا كرامة بل عندكم عكس الكرامة، النذالة والسفالة ولا فسد ما خلقك اللي يعرف كل شيء ونعم الكل هابط عليك بالليل ونهار وانت النهار كل تشكي ونهار كل ما يعجبكش الإيمان وما يعجبكش التوحيد وما يعجبكش أهل الإسلام، يبيا رغم أنك عايشينك أهل الإسلام من نهضة ومن نهضة في كل مكان أهل الإسلام، وهذا اللي يهددكم. وقلنا رؤساكم النتنين المفسدين في الأرض ما هوش ماشي معاكم كما يقولوا للنجاة من العملاق الإسلام، هاكم أدبكم الناس اللي موجودين وانتم اخترتوهم تحملوا مسؤولية تبعات هذا الاختيار السيء المشؤوم. شو ما نعمل ما نعملش اتفاقيات ونتعرف على الغير اللي أنا أعتبره من المفسدين. يا ولدي راه ما عندناش فساد، احنا في الإسلام عنا إرهاب شرعي شتو ليجيتيم ديفونس مدامك ما بربشتناش، فالسلام بيننا وبينكم. أما أنتم تبرشوا فينا من منذ يوم السقيفة منذ تبرشوا وحتى عاد ما قال يزي صبطناهم شواناهم قزمناهم قريب ينقرضون. أنتم تسمعوش من الدماء، الدماء الزكية نحن وعنا الدماء الزكية نعطيها في سبيل الله من الله إلى الله يا كلاب، ولا يمنع على أي جنبنا يكون مصرعنا، لأن شهادة هي سبب ارتقائنا حتى نكون ممن يرزقون عند الله رب العباد. إذن اليراضين التعايش مع الحركة الإسلامية الصحيحة هم شكون باد أومن، هم شكون حتفكم وطائركم المشؤوم هناك يقوم عند الكلاب هذوما الأنذال. عندكم رجال ولا نسى توا قالوا المناصف وكذا كذا ويجي لهم التمثيل وحتى النار يجيك من التمثيل قدر مش تقعد تمثل على ناس مش هذا عليك الأمريكي والصهيوني وغيره. يا ولدي فماش مناصف، أما أهلية اللي مأهل من ذكر وأنثى إن أكرمكم عند الله يتقاضى لكل ما يرقان. شنو؟ تبي تسيب عندك ديكور في ذكور الناس بالتساوي كيف تحبوها التساوي في الإرث والتساوي في التزوج. يا ولدي راهو التساوي هذه مساوي كل مساوي إلا من رحم ربنا. راكم غالطين، راكم في الهبال تحوسوا وزاد ديريرون بيانكم وكومبورتيكم دي ميزلمون. النظام مش كل ميزلمون ونحي من بالك الفكرة دي تحب ولا تكره حتى التحرير وغيره. يا ولدي ما كل صحة لها في النهضة ولا في التحرير ولا في إخوان المسلمين عبر العالم. القلة هي وهي الربانية والبقية شكارة والبحر. أما ما ربي ابتلينا خليهم يزدوا في أعماف الابتلاء وهم لا يعلمون أنهم في بلوى. في بلوى مش ابتلاء فقط، معها بلوى الابتلاء من فساد عقولكم وسوء أخلاقكم مع الله ومع رسل الله الكرام. ولا الرسل الكرام عليهم السلام ولا مسخرة وأداة ترفيه تضحك على الأنبياء يا كلاب. ريتو شو قالكم ها في هبدو، ريتو شو قال ناس ربما إيمانهم قليل لكم غيرتهم كبيرة وصرعتهم ثقيلة. فهمتوا ولا فهمتوش؟ شري هبدو مستعين مش تنحم المخاخهم إلا إذا كان مشتر الموت. قولوا لا سيلتنا لنا بها هذا النوع من أقدر البشر وعدوانهم عدوان جبناء أشباه رجال ولا رجال. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وفي عندكم هذا يا ولدي تاروح بالعذاب وشو مصلحتكم من هذا التأهيل
ثم كثرت كثرت متهيا او مؤهل باش ياخذ خدمه وكذا، او مؤهل باش يكون شاطر في كذا، او مؤهل باش يكون امام الفنانين اللي ما نقصهم كان فني يزن للجحيم. هذا بقى له الفن في الجحيم حتى يتلعب بجلد ولي عارية، وكل مناضجات يبدلها ربي رب العالمين. مازال 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 هذا شقشقكم، مازال فلاقوا، ومن يهن الله فما له من مكر. ربي السيد بلا منازع، انتم كنتم ارباب وجبتونا التمثيليات اللي نابعة من قذورات اليونان وغير اليونان، واليوم اللي هذا يعمل يرول الميكانيك، شوف انا كيفاش اديت الدور، خاصة الاناث ما قل حيام والله، يشوفك الدور محلا كيفاش اتقنت. انت دخلت في الشخصية هذيك البيرسوناج كاركتر، دخلت فيه، فانا على يقين انت دخلت في الشخصية هذيك، ولا صورتك بليسك لك داخل الشخصية، وكيف عرفتها وكيف تصورها وكيف تعينها وكيف ما لا تفسرها وكيف تحركها، هل هي ولات شخصية عندها انفعالات وعندها احساسات وعندها ذكريات وعندها آمال يا ولي، راه في الأوام تعوم وبئس هذا العوم، سباحة قاتلة ووراها عذاب لا قبل لكم به. فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. خلاص السيد حتى حد ما يقول ستوب، لو لا لا الله لا، أنت لو لا يقول كيا أنت من ريحتك خير ما يحق عليك قولي. وبعد يقول ربي هذاني خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار استنوا تنى، ثياب من نار يصب من فوق رؤوس من حميم، يصهر به ما في بطونهم تغلي. النار هذيك تغلي، مش تشرب ماء هكا الزلال، لا غادي ما من نوع اخر. انت ما تعرفش نظام الاخر، ها تعرف نظام الوتلة والتلاميذ مع الجنس اللا لطيف، ما انتم عندكم اللا موجودة بزاف، تحطوا مضيعات اللا رئيس الا احتفال الا زمان الا كلام، واختارية تعب تقصد الكلام، يعني ربي صديقكم ساعدكم حتى من الميدان تقولوا بي انتم شاطرين فيه، وانتم اكبر المغفلين واكبر المفسدين في البرامج هذيك. واذا كان تو وعيكم بعد الانذارات متتالية، وعيكم مازال يعاني الامور ريحاتكم، ولا تلومونا، احنا بلغنا والحمد لله واحسن التبليغ بفضل الله الكريم. يصهر به يصهر به ما في بطونهم والجلود، هذا نصيب ولهم مقام من حديد، هات كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، مش هم قد غم غم يا هم هم لك الغم إن لم ترجع إلى الرب الكريم المزيل الغم ومبعد الهم ومخلص من عذاب جهنم. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا على نصيب، نحن زاد مش أنتم بس تذكروا، فتكونوا شؤم على أنفسكم الملعونة. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات موتوا بغيركم، جنات تجري، أو اللي أنتم قلقتم منها موتوا بغيركم، هذه أو خبر يقين رب العالمين. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. شوف شوف لو فاست إلى بوتي إكستريم، أنت حمونا عشاق الجمال، لكن عشاق الجمال الإلهي يقبل الجمال الخلق المخلوقات. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير. وعودوا إلى الطيب من القول، أنتم أسوأ الناس القول، كوك ما تعرفوش من بوعك، قولك مردود عليك على وجهك الصفيق. وعودوا إلى سيرة الحميد، أو قال وعودوا إلى الطيب من القول، وعودوا إلى سيرة الحميد.
ان الذين كفروا ويصدون، مش كفروا وانتهى الامر، لا يزيد القدام. اي واحد الشمالي اللي مش يبحث عن الاسلام هيا يجي يغري بالعاهرات ويشغلوا بالاموال ويشغلوا بالالحان، والان والحان الحن ترى ما هو محني كل. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام قداش صديتونا حتى الان وانتم تتحايلوا تقولوا لا نظرا لاقتصاد البلاد بربي من فضلكم نساوى الحج نساوى، حتى الناس اللي عمره كامل يلم حتى كنساء مسكنات يلم بالدرهم الدرهم، انتم تقولوا في رنك تلموا الاستعمار تخل فيكم واشربتوا الاستعمار، وبعد تقولوا احنا في النور وعلى في الزهور وعلى في الحرية. انا حرية عندكم الكرب عندهم حرية، لو كانت هم حرية ما كان الكرب وما كان الكرب، كما ما حرية الحرية تضحك الى رب واحد اللي هو مانح الحرية، كما هو مكرم خلقه لمن اراد ان يزيد من الكرام يعطيه الرحمن، لان رب يقول واذا سألك عبادي عني فاني قريب، ورب يقول لك اطلبني تلقى عندي اكثر مما تصور، ودعوني استجب لك. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكب به والبادي، الأموال كلها موجودة غد، انتم تجيوا بتعلها ولا حرب اسلامية دفينة في قلوبكم المريضة، ما عندكم شجاعة باش تقولوا بالضبط مقصدكم الحقاني، جيبوا مقصد مضاد باش تضلوا به العباد، يقول لي غير البلاد كون وطني يبارك فيك يلزم الطلبات وتستنى تستنى تستنى حتى احنا نسمحوا لك، من انتم حتى تتحايلوا في الصد يا كلاب اللي ما تحيوش، والاقتصاد بتاعكم هابط هابط وظلكم قاعد صعد صعد، الى متى مش تحاربوا الرب وعاملين روحكم كانكم احباب الرب؟ مين جاتكم الصفه دي متاع الحب؟ ما سوى حب الله لا رجال ونساء، هو اللي يجي يطب حضره الرحمن الرحيم اهل تروحوا باش تطب، تقولوا لي فما شكون يقبلوه في احتفال شيطاني يقبلوه من غير ما يوري بات بلونش ويوري السدعة، نسيتوا في المطارات ونسيتوا في القنصليات كذا، كم واحد منكم تلقى الورقة اللي كان مالا تحلوا بعض أبواب، ولا كم من نزل يلغي لك الحجز مش انت دي تلغي جود دي كومون، حتى يسمو خبرك من انت جاسوس ولا ممثل خايب يلوج الشهرة على حساب عامة الناس باش يزيد يورطوا مع رب العباد، قل لك من فضلك راهو دي كوموندي بار نومن نو من الادمينستراسيون دي سيت اوتيل، هذا كل ما واش ما يجيكمش البقس قد ماتت عسيسكم قد غابت كرامة تدعون بالليل والنهار، وما ند فيه أي المسجد الحرام، وما أدراك ما المسجد الحرام، حنا كنا وقت مش نمشيو عمرة ولا حج نبداو نستناو اللحظة اللي نشروا الكعبة، تلموا السمبوليس معنا في طريقه الصحيح، يعني مش فتان، أكثر من ساحر، بيتربي راه ممثلة في الكعبة. شو معناها بيتربي برا لوج على روحك، إذا كان أنت تفقه الكلام وماذا يحوي كل لفظ ماذا يحوي معاني برا لوج على روحك، أنا عاوناكم قداش المرة وقلنا لكم القرآن راهو كلام الرحمن، انتبهوا إلى ما فيه من أسرار وبركات، والبادي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب أليم، ما ريت العذاب ماشي معك مش معانا، حاشا لله أن نرمي روحنا للعذاب. على الليل ونهار نقول يا ربي لا تعذبنا ولا تنقص من إيماننا ولا تحرمنا من زيادة محبتك. وبعد جي قصة سيدنا إبراهيم والبيت الحرام والسلام على غير الرئاب.